السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في قناة أوتو تكنيك. في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول تقريبا الإخوان الكرام من كيفية ولا طريقة استخدام كابل رونو لانك. وسنلاحظ أيضا الفرق بين رونو لانك والكليب كليب كام، وكيفية إلغاء الاصطدام بواسطة رونو لانك، بمعنى كراش داتا ريموفر، كراش. Thank you.
شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.